أهلا وسهلا، مرحبا بك. ترحب بك جنة. شكرا. مبروك على الجائزة الأولى اللي ديتيها في الطبخ. شكرا. زعما بصراحة الماكلة ديالك كتعجبني بزاف، كتحمقني ربي، وهي غير الشوفة فيها راه كفاية. ربي يخليك. شكرا. تفضل. اهلا وسهلا فنانة ديالنا. ميرسي ربي يخليك. شو وقع؟ الله يا اخي كلشي كينقص عليا، شحال بقى كالي؟ هادو غير المحبين والمعجبين ديالي. ما كاين حتى شي مشكل، تفضل ترتاحي شي شوية. شكرا. شكون هذا اللي غادي يجي معنا في البرنامج؟ ما عرفتش وما سولتش، يكون شي واحد مشهور في حنا. مرحبا، مرحبا بكم اليوم معنا في البرنامج. شكرا. ميرسي. مسيو نابلسي باقي ما جا؟ بالمفروض خصو يكون وصل، بلاتي انا غادي نشوف. عباد الله شوفوا لنا هذا النابلسي فين مشى، راه حنا غادي نبداو البث. انا غادي نشوف دابا. المهم غادي نقول لكم الاسئله باش توجدوا راسكم وتعرفوا شنو غتقولوا. اوكي ضروري قلنا شنو تما. اوكي غادي في الاول نقدمكم المشاهدين يعرفوكم شكون نتوما، شنو الانجازات ديالكم، ومن بعد غنعطيكم السؤال الاول. ما شفتيش النابلسي؟ لا ما شفتوش، واش باقي ما جا ولا باينه غادي يجري عليا المخرج؟ اخوان كتفتحوا عليا. يلا الماكياج النابلسي دغيا. اعتذر، لا ادع مساحيق التجميل، احب من جمهوري ان يراني كما انا. سي النابلسي غادي نعطيك الاسئله باش تحضر الاجوبه ديالك، متفقين؟ لا داعي، احب ان ارتجل واسالي ما بدا لك. قل لي تعرف هذا الانسان؟ هذا ما كنعرفوش وما عمري ما شفته في السوشيال ميديا. باقي دقيقه على البث المباشر. باقي دقيقه على البث المباشر، وجدوا راسكم. 5 4 3 2 لايف. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه استثنائيه من برامجكم اطلاله. اليوم غادي نستضيفوا نجوم من الطراز الرفيع، نجوم اللي هزوا الرايه للبلاد في مجالات مختلفه، شرفوا بلادهم، مجال الفن، مجال الطبخ، ومجال الادب. وكنرحبوا بالحائزه على الجائزه الاولى من برنامج عرب ايدول، الفنانه هجر السعداني. مرحبا بك معنا. شكرا. ومعنا ايضا الحائزه على الجائزه الاولى في مجال الطبخ من برنامج ماستر شيف وورلد، كنرحبوا بسعيده مرجانه. مرحبا بك معنا. شكرا. شكرا. واخيرا معنا الحائزه على الجائزه الاولى من جامعه اوكسفورد عن كتابه الضباع السبعه، الاديب والكاتب سعيد النابلسي. مرحبا بك معنا. شنو سميتو؟ شنو سميتو هذا؟ صبر صبر انا غنشوف تا بلاتي. اسمي الكامل هو سعيد النابلسي السلامي الإدريسي. نعتذر سي سعيد النابلسي الإدريسي السلامي. السلامي الإدريسي. واش هادي سمية ولا ترن؟ ونبداو بالفقرة الأولى وهي لحظة استقبالكم من طرف الشعب المغربي في المطار، الناس اللي كانوا مساندينكم ومدعمينكم طيلة فترة المنافسة. ونبداو مع المطربة هجر السعداني. هجر السعداني، وحنا كنشوفوا الصور ديال استقبالك في المطار، حكي لينا كيف كان الاحساس ديالك؟ صراحه كان استقبال اسطوري، 15 ساعه وسط المعجبين، فاجئوني بزاف، ما كنتش متوقعه منهم هذا الاستقبال. وانتقلوا للطباخه سعيده مرجانه ونشوفوا جميع لحظات استقبالها في المطار. سعيده مرجانه، وحنا كنشوفوا الصور ديالك، عاودي لنا كيفاش كان الاحساس ديالك في ديك اللحظه؟
ما نكذبش عليك، انا جيت ناعسه في الطياره ومي وصلت للمطار جاب لي الله غير كنحلم. الاستقبال كان باهر وداكشي اللي شفته كان حقيقي. ما نكذبش عليك، فرحوني ربي فرحهم. عفوا سي سعيد نابلسي، حنا بحثنا على الصور ديالك لحظه الاستقبال ديالك في المطار ولكن ما حصلنا على حتى شي صوره. نتمنى تحكي لنا على الاحساس ديالك في هذيك اللحظه، شكون كان في الاستقبال ديالك والاجواء ديال الاستقبال بصفه عامه. بعد وصولي الى المطار حوالي 1 زوالا وجدت في استقبال صديق ذربي الكاتب والمفكر صالح الجيلاني، واوجه له تحيه من هذا المنبر. وحنا بدورنا كنوجه له تحيه خاصه. حكي لنا على أهل الأدب، الفكر، المثقفين والأدباء، الإعلاميين المتخصصين ومحبي كتاباتك، كيفاش كان استقبالهم ليك في المطار؟ لا جغب وحده، ولكن حدثت هناك حادثة بسيطة، حيث أثناء وصولي إلى المطار وأنا أعبر الممر الأمني اشتبه الأمن في حاقبتي، فعملوا على تفتيشها تفتيشا دقيقا، وأثناء تفتيشها أخذوني إلى غرفة بقيت فيها ل5 ساعات فقط. سألوني بعض الأسئلة وأجبتهم عليها، ولكن ما أفرحني وأسعدني هو أنهم سألوني عن الرواية الضبع السابعة ومن يكون الضبع السابع. ندوزو الفقرة الثانية. نرجع للمطربة ديالنا هاجر السعداني، بغينا نعرفوا المثل الأعلى ديالك في الغناء والأغنية اللي قريبة لك وكتعبر عليك. أنا المثل ديالي الأعلى هي صاحبة الصوت العذب والإحساس المرهف اللي ما غاديش تعود في مجال الفن والغناء، الفنانة العالمية هيفاء وهبي. وبالنسبة للسؤال الثاني، الأغنية اللي قريبة على قلبي هي أغنية ديال شوفي غيرو لنجاة عتابو. جميل، ودابا غندوزو للطباخة ديالنا سعيدة مرجانة، بغينا نعرفو شنو هي الأكلة اللي كتقني الإعداد ديالها واللي حتى واحد ما يقدر ينافسك فيها. الأكلة اللي أنا متخصصة فيها واللي كنبدع في التحضير ديالها هي الأكلة إندومي. الأديب النابلسي، شكون هو الملهم الأول ديالك؟ ملهمي الأول هو القصاص والروائي الصحفي والفيلسوف الروسي فيودور دوستويفسكي. عنا فصل دابا. مشاهدينا الكرام، انطلقوا بعد الفصل، خليكم معنا ما تزابيوش. الإشهار تعطل بزاف. خصك تعرف بأن البرنامج ديالنا عنده جمهور كبير وكاين نسب مشاهدة عالية بزاف، وحتى المساهمين أي السبونسور بزاف بهم، داكشي علاش كنطولوا شوية. إيه ولكن 4 ساعات بزاف، المشاهد مسكين راه يبقى تما جالس كيتسنى 4 ساعة. أنا كيف ما قلت لك، يعني بسبب هاد العوامل ضروري خاصنا نصبروا شديد. لا يعقل لا يعقل. دقيقة نبداو البث. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم إطلالة، وغادي نكملوا مع المطربة هاجر السعداني كيفاش بدات المسيرة الفنية ديالها وشكون اللي اكتشفها. تفضلي هاجر. عزيزة كان عندها الفضل كبير في الاكتشاف ديالي، من نهار سمعتني كنغني عندي ماما وعندي بابا ديما معايا حتى في النوم، وهي كتقولي عندك مستقبل كبير في الغناء. كان فتقدة مسكينة بزاف الله يرحمها، وانا كنكبر كنغني وانا نعسه، كنغني وانا فايقه، كنغني في الدار في الزنقه في المدرسه، اللي كيسمعني كيبقى مبهوت في الصوت ديالي. جميل، تبارك الله عليك هاجر السعداني. عندنا واحد الخبر وبغينا نتاكدوا منه واش اشاعه، بغيناك تنورينا الله يخليك. واش بصح جاوك الخطاب من الخليج؟ الصراحه الخبر صحيح وماشي اشاعه، تلقيت بزاف ديال العروض ديال الزواج من المغرب ومن استراليا ومن اوروبا ومن امريكا، ولكن ما كنفكرش في الزواج في هذه الساعه. سعيده مرجانه، شنو هي الاكله اللي تميزتي بها؟ انا من الناس اللي ما يقدروش ينعسوا بلا ما ياكلوا، ومن هنا فكرت في اختراع واحد الاكله ليليه اللي تكون مفيده وكتشبع وفي نفس الوقت ما كتغلطش، بالعكس هي كتنقص الوزن. مزيان، شنو كان الراي ديال الناس وشنو قالوا لك؟ طبيعه الحال عجباتهم، وخير دليل هي انا. هادي عام كنت كنوزن 110 الكيلو ودابا رجعت كنوزن غير 109. ودابا غنتقلوا عند الأديب سعيد الأندلسي. سعيد النابلسي. اعتذر، السي سعيد النابلسي، كيف كانت البداية ديالك ومتى؟
على ما أذكر بدايتي كانت أوائل السبعينيات مع أول كتاب والذي أحدث ضجة كبيرة بعنوان لا تجري وأنت لا تدري. عنوان مثير ومشوق، نتمنى تعطيني شي توضيح وتفسير سريع عليه. بالطبع، إذا نظرنا إلى العنوان من زاوية لسانيين وعلماء اللغة فهو عنوان ملغوم، بحيث إذا أمعنا النظر في الكلمتين الرئيسيتين لا تجري لا تدري المسبوقتين بحرفي النفي للا، فإذا حذفنا حرفي النفي للا يصبحان تجري تدري. وقد يسألني سائل ماذا عن الواو والضمير أنت؟ وهذا سؤال ذكي من عارف بخبايا اللغة وتلاصيمها المبهمة. الواو هو حرف عطف وتوكيد يعطف ويؤكد تجري على تدري، والضمير هنا أنت هو ضمير متحول وليس بثابت، قد يكون أنت هو هي نحن هم، فيصبح العنوان الذي كان في السابق ملغوما غير ملغوم. العنوان هو تجري وأنت تدري. نمر إلى سؤال آخر، شنو المقصود بعنوان الكتاب الحائز على الجائزة الضباع السبعة؟ علينا أولا أن نقف عند رمزية العدد سبعة والتسبيع عند العرب، أقول التسبيع بالسين وليس بالصاد التصبيع كما هو معلوم في الموروث الثقافي المغربي، والباحثون اليوم لا يعرفون الأصول الأولى لتقديس الشعوب القديمة للعدد سبعة والأرقام المصاحبة له كسبعون واحد وسبعون ثلاثة وسبعون سبعة وسبعون إلخ. نعود إلى العنوان الضباع السبعة، وإذا فصلنا العدد سبعة عن الضباع تصبح بلا عدد، والعدد سبعة تأكد لعدد الضباع من زاوية الرياضيين، فإن رقم سبعة له خصوصية خاصة يتفرد بها عن باقي الأرقام، فإذا ضربنا العدد 15873 ضرب أربعة يعطينا واحد ست مرات، وإذا ضربنا نفس العدد برقم 14 يعطينا رقم 2 ست مرات، وقت على ذلك مجموعة من الأرقام الأخرى، وإذا رجعنا إلى الضباع التي أصبحت بدون رقم سبعة تصبح لا عدد لها. ومفهوم الضباع عند العلماء الطبيعة له دلالة عدة، الشراسة، الغدر، الوحشية، الافتراس، أما مفهومها في الكتاب فيطول ذلك شرحه، ونحتاج في ذلك سبعة أيام وسبع ليالي. فهمتي شي حاجة؟ ونمر الآن إلى استقبال مكالمات الجمهور، ومعنا أول اتصال ونقول ألو. أجل سعدني، أنا من أوائل المعجبين ديالك وكيحمقني صوتك، أنت فنانة كبيرة تبارك الله عليك، وحنا معجبين بك بزاف بزاف. شكرا، ربي يخليك. شكرا. ومعنا اتصال آخر، تفضلي. سعيدة مرجانة، أنا متتبعة للطبخ ديالك تبارك الله عليك، حمرتينا الوجه. ربي خليك، شكرا بزاف، هادشي كيزيدني القوة وغادي يخليني نزيد نطبخ لكم. حتى أنا بلا بيكم ما نقدرش نزيد القدام، كنشكركم بزاف. إن شاء الله أنا غادي نعمل البرنامج ديالي وغادي نبقى معكم ديما. غادي تعمل غير شوية جدر الروز وغادي تحمر معاه البصل وغادي تعفتلها شوية. 20 عيطة ما بين الفنانة والطباخة وحتى وحدة من النابلسي، شوفوا لنا شي واحد اللي عيط له. واخا يا اللولا. ومعنا اتصال من زهير من الحد الغربية، تفضل. كنوجه تحية للأديب سعيد النابلسي السلامي الإدريسي، وكنقول له أنا من متابع جميع كتاباتك. جميل جميل، تقدر تقول لي شنو هو الكتاب اللي أثر فيك؟ واخيرا وصلنا لنهايه البرنامج، كما قيل ختامه مسك. مشاهدينا الكرام، غنخليكم مع صوت المطربه هاجر السعداني واغنيه من اختيارها، ونقول لكم نلقاكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم اطلاله. الى اللقاء. شوف 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 يا حبيبي شوف، طلع في اسمعني اسمعني اسمع مني وشوف، لا بد تراضيني ولا بد تحكيني، لا تصبحني ولا تمسيني، ولا تمسيني انساني.